أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمن يصلح له الخطاب، ولمن يصلح له الخطاب، فقد خاطب الله نبينا أصلا وأمته تبعا، فقال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا تغتر ولا تلتفت ولا تصاب بالإعجاب. والتقلب هو التنقل من مكان إلى مكان. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، والمتاع المتعة، إلى زمن وإلى أمد، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أيها المسلمون، إن من المسلمين من يغتر بأعداء الإسلام، فنظر إليهم وإلى دنياهم، وإذا به يستحسن طريقتهم، ويريد ربما يفكر أن يسلكها. فالله جل وعلا حذركم أيها المسلمون بأن تغتروا بطريقهم وسبيلهم، فهذه الدنيا متاع. ولهذا الله عز وجل يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا تغتر بتنقلهم من مكان إلى مكان، ومن قطر إلى قطر، ومن جهة إلى جهة، يبيعون ويشترون. فقد كانت قريش قبل ذلك تنتقل في الشتاء وفي الصيف إلى الشام وإلى اليمن. قال الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانوا في غاية من الأرباح والتجارات، إلا أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يغن ذلك عنهم شيئا. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. انظر إلى هذه الآية: لا يظنن هؤلاء الكفار أنما نملي لهم، أنما نعطيهم
من الأموال والأولاد والصناعات والتجارات خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا من التمصير من التمحيص، وهذا من الابتلاء. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ فالمتعة يسيرة وزمنها قليل ووقتها محدود، ولم يعطوا من كل شيء، وإن أعطوا فلربما منعوا، لكن النهاية والنتيجة هو عذاب مؤلم وعذاب شديد. أيها المسلمون، قال الله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فأمتعه قليلا، فالمتعة هي قليلة يا معاشر المسلمين. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، والزخرف هو الذهب، قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ما معنى هذه الآية؟ يقول الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، أي إذا رأى الناس الكافر وقد سقف بيته بالفضة وجعلها مكان الصبة أو مكان الخشب والحديد، وصب بيته وقصره من فضة، ولجعل الله عز وجل له الأبواب من فضة أيضا، والسلاليم والمصاعد واللفتات من فضة، قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا، الأسرة من الذهب ومن الفضة. لكن رب العالمين اقتضت حكمته ألا يكون كذلك، لأن الناس إذا نظروا إلى هؤلاء الكفرة وقد فعلوا ما فعلوا وبنوا ما بنوا، من النقدين ومن الجوهرين انحرف الناس وترك الناس دين الله عز وجل. قال الله: وإن ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لصب رب العالمين الدنيا عليهم صبا، لا تنظر إلى الدنيا، الدنيا متاع، الدنيا متاعها قليل. قال الله: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فهو متاع يسير وقليل. ولهذا إن رب العالمين
سبحانه وتعالى ذكر في قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي إذا أيقنوا وعاينوا العذاب ونظروا إلى النار، عند ذلك يتمنى الكفار الإسلام. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. دعهم، فهؤلاء كالأنعام يأكلون ويتمتعون، والنار هي أمهم وهي مصيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، إليها مصيرهم، عياذا بالله. يقول الله مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وانظروا إلى هذه الآية، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يقول ربنا لأزهد الخلق ولأفضل الخلق لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وإن بلغت ما بلغت، وإن شيدوا القصور ورفعوا الناطحات، فلا تغتر وهكذا لا تنظر إلى أولادهم، وإن كانوا في غاية من الجمال وفي غاية من الترف. قال الله: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على الكفر، عياذا بالله رب العالمين. وهكذا قال الله عز وجل مخبرا عن الكفار أنهم يقولون للمؤمنين: وقال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أيها المسلمون، هذه مقالتهم، يقولون للمؤمنين: أي الفريقين، أي الطائفتين خير مقاما، دورا وقصورا وأموالا وأسواقا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أي مجلسا ومجتمعا؟ إنهم يملكون ما يملكون، لكن ورب العالمين إنهم لفي ضيق دائم، صدورهم ضيقة، هل اقتنعوا بما هم فيه؟ لا والله، الراحة إنما تكون بدين الله وبشرع الله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا ومخبرا عن هذا الرجل، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر
ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. الآيات مد الله عليه وأعطاه لكن لم ينتفع بماله ولا بولده ولا بجاهه ولا بسلطانه. قال الله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن هذا تهديد ووعيد من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون، إن المال لا يقرب وإن الدنيا لا تغني من رب العالمين. قال الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من تاب وآمن. إذن هذه الأمور لا تقرب الكفار ولا تغنيهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. انظروا أيها المسلمون إلى فرعون وقد أعطاه الله ما أعطاه. فلما بعث الله نبيه موسى عليه السلام إليه قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير. ولهذا لما جاء موسى إلى فرعون قال فرعون لعنه الله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه لولا ألقي عليه أسورة من ذهب. موسى ليس عنده ذهب وفرعون عنده ذهب، لكن عند موسى ما هو أغلى من الذهب؟ وهو الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى عاقبة الذهب والحلي بعد دعوة الكليم عليه السلام. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أيها المسلمون، إنما أعطاه الله لفرعون أعظم مما أعطاه الله وأكثر مما أعطاه الله لبعض هذه الدول الكافرة في دول أوروبا وما جاورها وما بعد عنها. ثقوا أن عندكم ما هو أغلى بل لا مقارنة في ذلك أبدا. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، قارون لعنه الله أعطاه الله وكانت خزائنه كبيرة وكثيرة ومفاتحه كانت كثيرة، العصبة من الرجال يثقلهم ذلك ويتعبهم ذلك. فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا
مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. انظروا إلى العقلاء وإلى المؤمنين. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أما أولئك الجهلة تمنوا أن يكون لهم كما كان لقارون. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. أين داره؟ وأين كنوزه؟ وأين أمواله؟ ذهب الله جل وعلا بها. أيها المسلمون، جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشربة، في مكان وفي غرفة في مسجده، في مؤخرة مسجده صلوات ربي وسلامه عليه. فلما دخل عليه عمر وجده متكئا وقد أثر الحصير على جنبه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فنظر إليه وقد أثر ذلك عليه، ونظر إلى جدرانها فلم يرى إلا جلودا معلقة، ونظر إلى زاويتها فلم يرى إلا قليلا من القرض. عند ذلك لم يملك نفسه، بكى عمر رضي الله عنه. قال: ما لك يا ابن الخطاب؟ قال: كسرى وقيصر فيما هم فيه، وأنت صفوة الله، وأنت خيرته، وأنت خيرة الله من أرضه، وهذا حالك، وهذا حالك، تنام على الحصير، ليس عندك من متاع الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ إن النبي كان يكرر ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، العيش هو عيش الآخرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، هي حقيرة أعطاها ربنا الكفرة يتكالبون ويتنافسون عليها، وادخر ربنا جنته وداره للمؤمنين. أيها المسلمون، رب العالمين ذكر في سورة الكهف قصة الرجلين وما دار بينهما من حوار، أحدهما غني كافر والآخر مؤمن فقير ليس عنده شيء، ماذا دار وماذا حصل؟ قال الله: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. سبحان الله. قال هذا الرجل وقد أخبره بأنه فقير، لم يعط كما أعطي هذا الغني،
عند ذلك ذهب الله بجنته أن يرسل عليها حاصبا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلم تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق. الآيات أيها المسلمون حافظوا على دينكم واحذروا أن تنشغلوا بدنياكم أو أن تلتفتوا إلى الكفار فإن أموالهم هي وبال عليهم. قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا استدراج من رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وأن يحفظ لنا ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ارفع رايتهم وقوي شوكتهم وسدد رميتهم وألف بين قلوبهم. اللهم احفظ من كان حيا واكتب الشهادة لمن مات منهم يا رب العالمين. والحمد لله.